لقد لاحظت أن بعض حجاج بيت الله الحرام القادمين من السودان يحرمون من جدة من مدينة الحجاج، فهل هذا صحيح؟ وما هو الميقات الصحيح لأهل السودان؟ جزاكم الله خيرا. الميقات الصحيح لأهل السودان وغيرهم من يأتي من الآفاق أن يحرموا من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يمرون محاذين لميقات من هذه المواقيت القريبة من البحر، إما الجحفة أو السعدية، إنهم يحرمون إذا حالوها من البحر أو من الجو أو إذا مروا بها عن طريق البر، إنهم يحرمون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للإحرام من الحج والعمرة، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حلوها من طريقكم، يعني أحرموا من حذائها إذا لم تمروا عليها، وهذا يعم من مر بحرا أو مر جوا، يحرم من محالاتها، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة، لأنه يكون قد تجاوز الميقات، ومن تجاوز الميقات وأحرم من دونه فإنه يكون ترك واجبا يجب عليه به الفدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام بدلا من الفدية، قياسا على فدية التمتع، أن الله سبحانه وتعالى قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام للحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فجعل صيام 10 بديلا عن الفدية لمن لم يستطع الصيام. هذا هو الواجب على أهل السودان وغيرهم من جاءوا من الآفاق أن لا يتعدوا المواقيت التي يحالونها أو يمرون عليها حتى يحرموا منها، لأنها هي الحد الفاصل بين الإحرام وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا.